مدرسة الأسوار، مركز مدرسة الأسوار، حطينا الرحال بمدرسة الطيب المهيري. عدد الناخبين في هذا المركز 3470، عدد المكاتب 4، وعدد المراقبين لاحظنا رحيم المراقبين من افريقيا ومن الكامرون، زوز من المراقبين من الكامرون يحضروا اذا عمليه الاقتراع في مدرسه الطيب المهيري. نجم نقول الاقبال مازال ضعيفا جدا ناهيك، وانا حد الان تقريبا 10 او 12 ناخب في مدرسه الطيب المهيري، اذا على مستوى الاقبال مازال ضعيف، على مستوى التنظيم تنظيم محكم للغايه، وايضا عدد الناخبين كما ذكرت 3470، عدد اللي يحضروا من المجتمع المدني نلقاو اليوم موجودين 5 من المجتمع المدني يحضروا في مدرسه الطيب المهيري. اذا هذه فكره على مستوى مركز الطيب المهيري بالقيروان، وان شاء الله ان شاء الله يا رحيم ايضا نواصلوا الرحله باش نشوفوا مدرسه اخر مركز اخر، باش يكون باذن الله مدرسه طارق بن زياد بعد قليل. سي زبير، صحيح انه تم اعطاء بعض الاوامر انه ما عادش يتم تصريح بنسبه المشاركه حتى اللحظه هذه؟ بالنسبه للطيب المهيري على كنا مش ناخذ رئيس المركز يعطينا فكره عن هذا، كان على مستوى يقول لي الهيئه الفرعيه للانتخابات منعت عليهم باش يعطيوا حتى تصريح على مستوى وسائل الاعلام، هذا ما قالنا لي ما نعرفش، هذا رئيس المركز هذا ما قالنا لا، قال لنا خذ تحب نعطيكم الارقام نعطيكم الارقام، باش نعطيكم تصريح لا، الهيئه الفرعيه قالت ما نعطيوش تصريح للاعلام، هذا ما حبيت نقول لكم. نعم، اخذ شو مش نعمل احنا تو سي زبير، سي زبير تتنقلنا الى مركز الهيئه الفرعيه للانتخابات، خاطر 10 نتاع الصباح لازم يكون اول تحييد في نسبه المشاركه كسوا في تونس الكل والا على مستوى جهوي، على الاقل كي تكون في مركز الهدايا نجموا ناخذوا بعض الارقام، متفاهمين سي زبير؟ اوكي حيم، بارك الله فيك، مرحبا بك. مكملين معاكم حتى نص النهار في متابعتنا الاستثنائية، مشي بيكم لين جلولة، نمشيو للمعتمديات في دائرة ضم 3 معتمديات.